بخصوص لقائي قبل قليل، كان لقاء ابتداء من الساعة 7 بالتوقيت لندن والجزائر، كان عندي لقاء مع الناشط اليمني اللي هو أسعد الشرعي. أسعد الشرعي هذا ناشط في اليوتيوب، وأنا كنت نشوفه قبل مرة على مرة، مرة يتكلم على الجزائر يتهجم، مرة يتهجم على، يعني مهم ناشط. مثل ما قلت بالأمس أنه اتصل بي وقال لي أنه فيه دكتور مغربي أستاذ في العلاقات الدولية، أستاذ في جامعة من جامعات المغرب، استضافه وتكلم كلام فيه تهجم على الجزائر. قال لي إذا كان أنت تقدر تتكلم من وجهة نظر جزائرية، رحبت بالفكرة. قلت له ما كانش مشكل، مرحبا. واستضافني وتكلمت أنا وياه، لكن لما وصلنا لبعض الحقائق التاريخية وبعض الحقائق الموضوعية ما عجبوش الحال. لماذا؟ لأنه هذا الأخ اليمني لا يعرف المجتمع المغربي ولا يعرف طبيعة الوضع في المغرب، وكان يعتبر كلامي قذف وشتم وتهجم على المجتمع المغربي. أنا سألته قلت له يا أسعد أنت زرت المغرب؟ قال لي لا. إذن أنت لا تعرف عن المغرب إلا ما تقرأه ممكن من اتجاه واحد، الصحافة المغربية، لكن نحن خبراء في الشأن المغربي. نعم، أسمح لنفسي أن أقول أنني خبير في الشأن المغربي والوضع المغربي، وأعرف جيدا ما لا تعرفه أيها الأخ اليمني عن المغرب. إذن ما قلته ليس تجني وليس قذف في المحصنات مثل ما قلت، وليس سب ولا شتم. أنا قلت حقائق يقولها المغاربة. هو الشيء اللي ما عجبوش، أنا عارف الشيء اللي ما عجبوش بالأساس هو رأيي في الإخوان. لما قلت له أنه أغبياء وعصرهم كحبة القرص واستعملهم الملك ثم رماهم إلى مزبلة التاريخ، ما عجبوش لأنه هو إخواني. الأخ اليمني هذا يا أسعد الشريعي إخواني، يعني من جماعة الإخوان وعنده ولاء لتركيا وللإخوان، إذا هذا رأيي وأنا ما عنديش مشكل. هو يقول لي أنت ضد الإسلاميين؟ قلت له نعم، ضد الإسلاميين الأغبياء السذر، أنا لست ضد المسلمين، أنا ضد الإسلامويين والإسلاميين الأغبياء السذر، لأن الإخوان في المغرب تم استعمالهم وعندما انتهت مهمتهم رميهم لمزبلة التاريخ. قلت له أنه الملك المغربي استعملهم، واستعملهم لسنوات 10 سنوات، وآخر استعمال أنهم لما مضوا الاتفاقيات والعلاقات مع الكيان الصهيوني إسرائيل. الآن ما فيهمش فايدة، انتهت المهمة نتاعهم، ما فيهم حتى فايدة، إذن إلى مزبلة التاريخ. هو لم يعجبه هذا الكلام، لكن هو ركز لي على نقطة من البداية اللي هي قضية الدعارة في المغرب، وقضية نصف المواليد في المغرب هم من اللقطاء أبناء الشوارع. ما عجبوش كلام، قال لي لا هذا فيه كلام قذف وما لازمش بنز ديره، ونطلب منك تعتذر. قلت له كيفاش نعتذر؟ اعتذر على ماذا؟ انا لم اخطئ حتى اعتذر، انا ما غلطتش حتى نعتذر. واحد يغلط يعتذر، وواحد يعتذر لانه اخطا، لكن انا لم اخطئ، انا قلت حقيقه. لماذا؟ نواب في البرلمان المغربي وموجوده في اليوتيوب وعندي الفيديو وعندي بعد نشره، نائبة مرأة سيدة نائب في البرلمان المغربي، تقول أن مداخيلنا من السياحة تأتي من الدعارة، وتقول أننا نفتخر أن الدعارة مورد أساسي من موارد السياحة. هذه نائب في البرلمان المغربي، في البرلمان المغربي تقول الدعارة مورد من موارد الأساسية للمغرب. إذن مش سعيد بن زدير اللي قالها، المغاربة نواب في البرلمان يقول لك الدعارة مورد أساسي، والدعارة في المغرب مقننة، بيوت الدعارة في المغرب مقننة في الفنادق، يعني مسموح بها ومقننة بشكل قانوني، بل يشجعونها لأنها تجلب سياح. موضوع نصف سكان أو نصف أطفال المغرب
ابناء الشوارع او لقطاء، هذا لم اقله انا بالزيره، هذو قالوه رؤساء جمعيات ودور حضانه مغاربه من خلال روبورتاج قامت به قناه نسمه التونسيه. قناه نسمه التونسيه قامت بروبورتاج مصور وموجود الفيديو، وانا نشرته موجود. يقول ان نسبه 50% من المواليد هم لقطاء ابناء الشوارع كببل. اذا الكلام هذا ما قلتوش انا، ليس تجني، ليس تزوير، انا نقلت حقائق قالتها نائب في البرلمان المغربي، وقالتها او قالوها مسؤولين في دور حضانه ومراكز مغربيه لقناه تونسيه، لانه قناه تونسيه عندها مراسل في المغرب. قامت امراه قامت بروبورتاج واكتشفت انه 50% من المواليد كببل، 50% من المواليد لقطاء ابناء الشوارع. اذا انا لم اتي بجديد. ردا على سؤاله قال لي انه السليمي يقول ان المغرب استثناء، احنا غير، المغرب غير، دولة مميزة استثناء. قال لي ما رأيك؟ قلت له كلامه صحيح. استغرب اليمني، قال لي كيف كلامه صحيح؟ قلت له ايوه، ما يقوله السليمي كلام صحيح 100%، المغرب استثناء ودولة مميزة لاعتبارات ثلاثة. أولا، لأن المغرب يعتمد على بيع المخدرات مقننة الزطلة، استثناء. حتى في كولومبيا اللي هي يعني مع يعني مصدر الكوكايين اللي هو أغلى من الزطلة المغربية الكيف المغربي، لكن كولومبيا ما يعترفوش، فيه تهريب، لكن المغرب يعترفوا ويصدرون الكيف لدول كثيرة بحماية مغربية. إذن الدولة الوحيدة في العالم التي تتاجر في المخدرات بشكل رسمي هي المغرب. الدولة الوحيدة التي تعترف أن الدعارة مورد أساسي من موارد المملكة وتدعم السياحة هي المغرب. استثناء ثاني. استثناء الثالث والمهم هو أن الشعب الوحيد في العالم الذي يركع للملك ويسجد للملك هو الشعب المغربي. لا يوجد شعب في العالم يعبد الملك. المملكة السعودية لا يركعون للملك. في سلطنة عمان اللي هي سلطان لا يركعون للملك. في دول الإمارات العربية أو قطر أو البحرين أو الكويت هذه المماليك لا يركعون للملك. لا، بريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، بريطانيا الملكة إليزابيث أقدم إمبراطورية في العالم، لا يركعون للملك. الدولة الوحيدة التي يركع فيها قائد أركان الجيش، قائد أركان الجيش يركع أمام واحد ما قدمش الخدمة الوطنية، قائد أركان الجيش، رئيس الوزراء من الإسلاميين الذي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يركع إلا لله. من المفروض لا يركع إلا لله، لكن سعد الدين العثماني وغيره كانوا يركعون أمام الملك ويسبحون بحمد الملك. هذا الكلام لم أقله أنا جزافا، هذا حقائق في المغرب موجودة. إذن لماذا تزعل؟ لماذا تغضب يا سي أسعد الشعري؟ لماذا تغضب يا سي الأخ اليمني؟ هذه حقيقة. هو قال لك أنا والله ما عجبنيش كلام هذا، وعندك حلين يا بن زير، يا إما تعتذر يا إما راح نحذف الفيديو. تمخلخل، كيف نعتذر هذا؟ وين نعتذر؟ هاي اعتذرت نولي مش جزائري، ولا اعتذرت نولي مش راجل، لأنه احنا الجزائر نعتذروا كي نغلطوا ونعتذروا كي نظلموا، لكننا كي نكونوا على حق ما نعتذروش. الاعتذار من شيم الرجولة عندما يكون الرجل مخطئ،
عندما نخطئ نعتذر. ورجع لي هو 94 قال لي، قلت له إذا ثبت أننا بالفعل ضالعين في مجازر مراكش سنعتذر للشعب المغربي والحكومة المغربية ونقدم تعويضات هما يطالبوا بها. أطلبوا أي تعويضات، 100 مليار دولار نعوضكم إذا ثبت أنه الذين قاموا بالعملية جزائريين. لكن أن نظلم، أن نظلم هكذا دون دليل لن نقبل، ما قبلناش وما نش قابلين. إذا الأخ اليمني ما عجبوش كلامي نظن حذف الفيديو، لكن نسى أنني أنا كنت عامل نفس الشيء بث مباشر عندي في القناة موجود، لكن للأسف كان الصوت بدون صورة. لماذا؟ لأنه هو كان عنده الجهاز التحكم، يعني لأنه هو استضافني عنده في قناته مش أنا. إذن التحكم كان عنده هو، ممكن يعني يتحكم في الصورة لكن نسى الصوت، الصوت خرج. إذن هو إذا كان مسح الفيديو عنده صوت وصورة، عندي أنا موجود بالصوت، تقدروا تسمعوا الفيديو كامل البث المباشر وتسمعوا الرد نتاعي. وفي الأخير أنا طلبت منه، قلت له إذا كان يحب هذا المغربي، إذا عنده شجاعة، دكتور في العلوم السياسية والعلاقة، أنا مانيش دكتور ومانيش أستاذ في الجامعة ومانيش خبير، أنا مجرد كعرار جزائري تاع يوتيوب تاع خرطي تاع كذا معليش. لكن قلت له أنا أطلب منه مناظرة أمام الجميع. هذا يجي هذا الدكتور سليمي إذا هو قادر على شقاه وإذا هو مستعد، ويجي يناظرني ونناقش المواضيع اللي يحبها أو المواضيع التي تكلم عنها وتكلمت عليها أنا. يفند ما قلته وسأحاول تفنيد ما قاله، لأنه قدم يعني كلام غير صحيح مزور. مثلا يقول أنه المناهج التربوية في الجزائر تدرس الطالب الجزائري على كره المغرب. قلت له إذا عنده ما يثبت يجي منه، إذا كان لديه ما يثبت أنه فيه مناهج تربوية تدرس النشأ الجزائري، الطالب الشاب الجزائري، التلميذ الطالب الجزائري على كره المغرب يعطينا. قلت له هذا كلام غير صحيح، كذب وافتراء، يأتينا بما لديه من أدلة وسأأتي بما لدي من أدلة. أنا كي نقول له باللي الدعارة في المغرب مصدر رزق الخزينة المغربية، أملك أدلة، نعم أملك أدلة واعترافات مغاربة. هو لما يقول أنه مانيش عارف أن المناهج التربوية في الجزائر تدرس لكره المغاربة، نقول له أعطيني دليل، إذا عنده دليل يجيبه. وكاين أمور أخرى، أتمنى أن يوافق على هذا التحدي ويقبل بالمناظرة، والإخوة والأخوات المتفرجين الجزائريين والمغاربة وغيرهم يحكموا وهم اللي يكون لهم الكلمة الأولى والأخيرة. هذا هو اللي لازم يفهموه الجماعة اللي تابعوا، يفهموا الأخ اليمني أننا لا نفتري ولا نظلم ولا نأتي بكلام من الشارع أو كلام من روسنا، بل نأتي بأدلة وحقائق ثابتة. في الأخير الموضوع اللي تكلمت عليه أنا بالأمس، وقلت أن المخابرات المغربية تبتز شخصيات إعلامية وسياسية ورياضية وفنية، وبالأمس فيه ناشط مغربي مقيم في أمريكا نسيت اسمه، واحد الاخ عنده لحية فنان نظن حسب الصورة الجيتار اللي عاملها الالات الموسيقية، نظن فنان موسيقي والله، المهم يدير فيديوهات يقول انه يملك ادلة على ما قاله بن سديرة، لانه هو قال بن سديرة تكلم على فيصل القاسم صحفي قناة الجزيرة، يقول انني املك، يعني هو هذا المغربي المقيم في امريكا يقول انه يملك ادلة واسماء المخبرين الذين جندهم مدير المخابرات الداخلية الحموشي لاصطياد هؤلاء الشخصيات وتصويرهم في صور خليعة. أنا المعلومات جاتني من المخابرات المغربية طبعا، وهذا المغربي المقيم في أمريكا يؤكد ما قاله بن سديرة ويقول أنه يملك الأدلة وسينشرها.
الآن خذ في أمريكا المغربي يقول أنه عنده أدلة وسينشرها غدا على اليوم، هو البارح قال أنه سينشرها اليوم، إذا ننتظره إلى كان ينشرها. لكن المعلومات اللي قلتها أنا صحيحة، وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد مغربي مقيم في أمريكا على كل ما قاله بن زديرة، ماهوش واحد جزائري، واحد مغربي قال نعم الكلام اللي قاله بن زديرة صحيح. ونعرف الناس اللي مجندينهم، عنده أسماء الناس اللي مجندينهم لتصوير هؤلاء المشاهير. إذا نعود نكرر كلامي الأخ اليمني، نقول له بن سديرة لم يخطئ في حق الشعب المغربي ولم يأتي بجديد، ما قاله السيد بن سديرة هي حقائق ثابتة بشهود عيان مغاربة ومسؤولين، نائب في البرلمان ورؤساء دور حضانة ومدارس خاصة هم الذين قالوا هذا الكلام الذي أدلى به بن سديرة السعيد في اللقاء المباشر الذي كان بيني وبينك أيها الأخ اليمني أسعد.